أعلنت هيئة السكك الحديدية إن مبادرة التصدي للركوب بدون تذكرة اللي وجه بيها المهندس كامل الوزير وزير النقل، المبادرة دي كانت أهدافها أهداف طبعا من المفترض أنها أهداف بتسعى للارتقاء بالمنظومة بالكامل وأيضا زيادة الإيرادات، وهي فعلا حققت الهدف المرجو منها، أدت لزيادة الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1 لـ 7.4 بنسبة 25%، يعني بلغت 41,700,000 جنيه. الزيادة قدرت ب 8,332,000 جنيه، ده مقدار الزيادة اللي اتحققت بعد ما تم تنفيذ المبادرة دي، انه محدش هيركب من غير ما يدفع التذكرة. والزيادة دي عن نفس الفترة من الشهر كمان الماضي. وارجعت الهيئة زيادة معدات صرف التذاكر من شبابيك حجز التذاكر بالمحطات. وتم كمان زيادة منافذ صرف التذاكر فضلا عن استجابة عدد كبير من الركاب للمبادرة، والحرص على التوجه لشبابيك التذاكر للحصول عليها. يعني كل ما زودنا فعلا منافذ بيع التذاكر الأمور أصبحت أسهل، والوقت أصبح متاح للمواطن أنه يحصل على التذكرة، وبالتالي ممكن أنه هو يكون ملتزم بكل ما هو مطلوب منه ويكون وجوده بشكل قانوني. كانت الهيئة أعلنت نهاية الشهر الماضي عن تغليظ غرامة الركوب من غير تذكرة. فاللي هيركب دلوقتي من غير تذكرة العقوبة اللي هيتم وقوعها عليه 30 جنيه لراكب الدرجة الأولى، ده اللي هيدفعه، و20 جنيه لراكب الدرجة الثانية. أما راكب الدرجة الثالثة هيدفع 10 جنيه و5 جنيه لراكب قطارات الضواحي. ده بالنسبة لآخر التطورات في هذه المبادرة الهامة والعقوبة اللي بيتحاسب بيها أي شخص لو تم التفتيش هنلاقي إن معهوش تذاكر، وخاصة في التوقيت الحالي بتصور إنه الكلام ده مهم جدا للجميع، لأن إحنا عندنا دلوقتي طبعا مناسبة شم النسيم على الأبواب. كل سنة وحضراتكم طيبين، بيبقى في إقبال شديد جدا من المواطنين، بيبقى في سفريات كتيرة جدا، ووقت المناسبات والأعياد بشكل عام لازم يكون في التزام، لازم تكون المبادرات دي موجودة ويتم أيضا الرقابة عليها.